أنا طبعا يعني دي أسئلة كتيرة جدا جدا أمام اللجنة الثلاثية اللي بتدير اتحاد الكورة النهاردة. والحقيقة إن أنت يعني إن أنت تستمر، أصل بص المشكلة في حاجة، إن أنت مطالب مش بس بالنتيجة، مطالب بالنتيجة وبالأداء. فتلاقي مثلا البعض طالع لك على السوشيال ميديا، اصل اللعيب الفلاني مش عارف ايه، اصل مش عارف، مش عايزه اسمي اسماء. طبعا في لعيبه محتاجه ان هي تخضع لتدريبات تخصصيه فرديه كابتن هاني، وده طبعا ما فيش اختلاف عليه. صحيح. وانت ادرى مني بده. صحيح. صحيح. زي ما كابتن محمود الخطيب كان بيعمل تدريبات فرديه، كابتن ماهر همام فاكر لما كان قاعد كان بيحكي لنا عن قد ايه التدريبات التخصصيه دي بتفيد، قد ايه اللاعب كابتن حسن الشاذلي تقريبا، يعني جميع اللعيبه الكبار ومن سبقوا هؤلاء الجيل ده والجيل اللي فات واي جيل حقيقه يعني في فريق النادي الاهلي اكيد بيخضع للتدريبات دي. لكن النهارده مش معنى كلام ان احنا يعني بنبرر اخطاء او كذا، لكن قدرك زي ما انت قلت ان انت تحقق نتيجه وتحقق اداء. ده صحيح. فانت مضغوط وانت يعني مش عايزين نبقى بس ايه جلادين شويه على لعبتنا، يعني مش عايزين نضغط يعني على لعبتنا اكتر من كده. انا عندي بس رساله واضحه، نستوعب فكره الثلاث ايام، نستوعب فكره كل ثلاث ايام بتلعب ماتش. خلي بالك يا سامي، والناس بتفكر ان ثلاث ايام، خليني اتكلم بكل امانه، انت بتلعبي ماتش وبعدين عندك يومين بس، لان يوم المباراه ما بيتحسبش. صحيح. يعني لم يوم يحسب. المباراه صح. ما بيتحسبش. فعندك مباراه المفروض تبقى ريكفري، استشفاء، وكمان البعدين بيكون تمرينه خفيفه علشان نعرف الوقفه ازاي، بيكون لا تتعدى ال 45 دقيقه او ساعه. خلينا نتكلم، وانا بصراحه عندي يعني رساله صغيره كده للجنه الثلاثيه بقياده غبن عن الكابتن الكبير احمد مجاهد، نراعي شويه الضغوط المباريات. ليه نراعي ضغوط المباريات؟ خلي بالكم ده بينعكس، وانا بتكلم دايما على المصلحه العامه، انا بتكلم اكيد على مصلحه النادي الاهلي، لكن دايما مصلحه النادي الاهلي مرتبطه بالمصلحه العامه، المصلحه العامه لمنتخب مصر. حضراتكم عارفين ان كمان مشوار منتخب مصر هيبدا في يونيو اللي جاي مع في تصفيات، كلنا ان شاء الله نتمنى وصول لكاس العالم. الضغوط المباريات ديت اكيد هتاثر بشكل سلبي على لعيبه النادي الاهلي، واكيد قوام المنتخب اكيد لعيبه النادي الاهلي والزمالك والمحترفين، خلينا نتكلم بكل امان. فده كمان في رايي انا، يعني حتى بتابع البوندز ليجا، يمكن بعد البايرن ما يمكن فاز بكاس العالم للانديه ما عندوش كميه المباريات ديت في خلال البوندز ليجا، عنده فترات من الراحه شويه يقدر يستعيد بيها انفاسه. فخلينا نتكلم بكل امانه، وانا عشت ده كلعيب دايما على مستوى النادي الاهلي، النادي الاهلي دايما بيكون القوام الكبير منه لمنتخب مصر على مستوى المصلحه العامه، كمان ان احنا نراعي ده لصالح الكره المصريه وصالح منتخب مصر اللي هيمر ان شاء الله كمان بمشوار طويل من خلال كاس العالم، يعني نراعي الكلام دوت من خلال الفتره اللي جايه. ولكن دايما بقول اولا واخيرا ما بين قوسين، هو ده قدر النادي الاهلي، وكلنا ورا لاعبتنا، عندنا ثقه كبيره جدا جدا في لاعبتنا وجهازنا الفني اللي باعتقادي كمان بيقوم بادوار اكتر من رائعه خلال هذه المباريات المتتاليه. المطلوب منه الفوز، بيحققه بشكل كبير. الاداء ممكن نتكلم بسبب الاصابات، بسبب الضغوط، ما بيكونش على مستوى المباراه مستوى ثابت، لكن اداء مناسب جدا للفتره اللي بيمر بها النادي الاهلي. صحيح. انت قلت كلمه حلوه قوي عجبتني دلوقتي، انه الاهلي فعلا يعني لازم اللجنه الثلاثيه تراعي الاهلي اللي بيمثل مش بس مصر، ده بيمثل الكوره الافريقيه. صحيح. وحامل اللقب الافريقي. الاهلي بخير يعني الكوره المصريه بخير، ده من وجهة نظري ومن وجهة نظر أي حد الحقيقة يعني.